احنا اهل حي المعلمين نعاني من المي، ماكو مي، كهرب ماكو، بلدية ما تجي نهائيا هنا يعني. يقول خدمات يعني حيل ما زين، وما حد ما حد ما مرنا والله، تعبنا ملينا من هالعشرة والله، وين ماكو حد يجينا. لكن هاي النفايات ضحكوا عليها صورة يا اخويا، كهرب ماكو، يومي يقول باكر يجي الكهرب، وما اعرف شو يقول لك النوبة. يصلكم بلا كهرباء؟ والله ما تحررنا والحمد لله. مي مي اليوم جانا بس والله مو هالقد، صيان والله. يعني ساعة ايش وينقطع؟ ساعة يجينا وينقطع. زين ما حد جا زاركم؟ ما حد ما جاء. انت اول قناة صنينا. اول قناة كنتوا شنو؟ نطالب بس بالمي وخدمات، ضحك عليها مال النفايات، ضحك عليها حلوة هيك والله. اليوم من جامع المحمود. باقي من جامع المحمود، البواري مال البواري مكسرة. ما المي روح شوف اسس تصور 100 بالف فرح مي حرامات الشوارع ما مبلط عالم بحصره المي وبالله العظيم الناس بحصره قطره المي اصعد فوق الساعه الناس ما عندهم مي شرب فلوس تصح البواري مال المي هاي آه يلا مدام لا بلديه لا كهرب لا ميه البواري مكسره ما حد يبغى يجي يصلح احنا ندفع فلوس نصلح البواري ايش قد تاخذ من كل بيت؟ كل بيت 2000 دينار تصلحوا لي البواري؟ بس نصلح البواري مال فرحنا بس ما كان افرع يعني اكو ناس ما عندها ما منطقة حي المعلمين. شنو المعاناة اللي تعانونها؟ والله معاناة يعني بالنسبة للمي الحلو لحد الآن ما جانا. والله نطالب هو بالماي بالكهرب بالوجبة. الوجبة تموينية أم يعني كل فترة لحد الآن هم وجبة ما استلمنا. يعني ينطون بس بيها نقص يعني. حاليا المي الحلو ما جانا. خوش بواري مكسرة. والوجبة هم ما عاد تجي. والوجبات اكو وكيل يعني يستلم وياهم يداوم بالمنظمه، واكو وكلاء هم ما عاد تجي خوش لان ما وياهم مو بالمنظمه، والكهرب هم ما جا، والرواتب وخلوا يراعونا بالمدارس الامتحانات احنا جماعه السادسه الادبي. هي المنطقه ما حد جا زارها قبل؟ لا وشغله البلديه همين النفايات همين ما عاد تجي. شو تطالبون؟ والله نطالب بالكهرب بالميه بالوجبه. شو الوضع الامني هنا؟ يعني؟ الوضع الامني والله زين الحمد لله حاليا. شو التعامل القوات الامنيه وياكم؟ زينين زينين. نشكركم انتم جماعه الموصليه جزاكم الله خير. هذا ماي شرب هذا؟ ماي شرب ماي شرب ماي نظيف؟ ايه. ايش صار البولي مكسور؟ والله من جماعه. تكون الامانه عليهم ثقيله، يكونون صادقين امام الله سبحانه وتعالى. يراعون حق المواطن المصلاوي او الموصلي بكل صدق وخلاص. احنا انتخبناهم حتى يخدمون المواطن، ما انتخبناهم حتى يقعدون على الكراسي. يريد مسؤول النهار يزور المنطقه يشوف، شوف هاي الانقاض، شوف المدارس، يشوف هاي مدرسه زنوبيا 1200 طالبه بيها، كتب ماكو، مقبلين على الامتحانات. اليوم يلا اجى الميه، هاي البياره، شوف ميه البياره، ناس تعبانه، ناس مهجرين، يعيدون المهجرين الى منازلهم. زين اخويا ما شفنا مسؤول في يوم من الايام زار المدينه وقال اني مسؤول، اني نائب، اني محافظ، اني كذا يعني ابد، لا مدير تربيه، لا محافظ، لا مجلس محافظه، لا نائب. والله شو نطالب؟ ما نطالب كل شيء مارد، لان ملينا القد ما نطالب. كل شيء مارد غير المي. ونطالب وبدون اي يعني اي فائده. اي استجابه. لا وزير يجي، لا مسؤول، لا محافظ. ما شاء الله العالم ما ادري بايش ملتهي، هاي ارواح العالم راحت، العالم بيوتها راحت ملت، انتهت يعني العالم من الصفر رجعت، هسه ما اريد يعوضون لا بيت لا اريد اي شيء، بس يوفرون هاي الخدمات يعني مثل ماي كهرباء عشان ما اريد اي شيء. شو تعمل القوات الامنيه وياكم؟ والله القوات الامنيه يعني الف الحمد لله، شو القوات الامنيه مسوي العليا وازيد من العليا. على قولتي على قولتي. ماكو ميه بالله كله قاعد ينقل من هذا. هذا قاعد تنقل للبيت؟ للبيت. يا شربوا شو يسوون بيه هذا السماء كله تراب هذا طين خليه يصفى ومغسل فيه شطفوا يعني تخلوه يصفى مو؟ ايه